وهنا كانت كدار واحد المسابقه على الصعيد الاقليمي ديال جديده اللي درنا في كاوليه، وتختاروا كانت 26 تلميذ في الصنف قلم رصاص وصنف الصباغه، واخترنا واحد 6 تلاميذ اللي متميزين دابا هما اللي كيشاركوا هنايا مع مختلف الجهات ديال المغرب. هنايا 5 ديال الجهات ديال المغرب اللي غادي كيتبارو معاهم كل هنايا. دابا هنايا كيعطينا العدد 36 مشارك اللي تا هما في الصنف ديال قلم رصاص وصنف الصباغه، كيبقى 18 ديال قلم رصاص و18 ديال الصباغه. في الاخر كيتختاروا ديك السته الاوائل على الصعيد ديال هذه المسابقه. الدور ديالنا حنايا كنجيو مع التلاميذ اللي جبنا، كي دابا حنا جبنا ديك التلميذات اللي كانوا متميزين، وكنوقفوا معاهم الا كانوا شي حاجه مثلا يحتاجوا شي مساعده مثلا عف بالكلام ولا شي حاجه كنهضروا معاهم. الدور ديال المؤطر هو انه كيصاحب التلميذ، كي ما يستانس معاه، كيأطرو، كيمدلو يد المساعده هنايا. وبطبيعه الحال هذا الشيء كيكون كل سنه كيكونوا جهات. فحنايا كاين قنيطره، كاين وزان، كاين بولمان، اذا كل سنه كتكون واحد الاختيار كيتلقى على واحد الجهه باش هنا ما كيتظلم حتى شي حد، وكلشي كيشارك، كلشي كتعطى له هذا يعني كما كنقولوا هذا الفرصه انه يعبر على الفرص. وبطبيعه الحال كيكونوا اختيارات، لان في هذه المسابقه كيكون رتب، كتكون الرتبه الاولى، الثانيه، الثالثه. دونك كاين مصنفه لجوج فئات، كاينه الصباغه وكاين القلم الرصاص. يعني غيختاروا فئه ديال الصباغه وفئه ديال الدسا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.